الزميل العزيز الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار بيتابع الحلقه من الجلده للجلده زي ما بيقولوا، وموجود في اهو قاعد يطل عليك من كده، وبتقول ان هو انت سايبه نايم. لا هو صحي لك مخصوص. واستاذ صلاح الزهار برحب بيك في برنامج اخر النهار، وبشكرك على المشاركه. وحضرتك طبعا سمعت قالوا الشاب عز الدين الزهار ضيفي النهارده، تعقيبك ايه عليه؟ مساء الخير استاذ معتز، ومساء الخير للضيوف. يعني انا طبعا سمعت، ويمكن حضرتك سمعت، والدكتوره يمكن الكلام اللي قالته يمكن انا بطبقه، ولكن خليني اقول لك هبدا بالعكس. يعني انا مثلا في طول عمري بحاول اكون ما عنديش نوع من انواع التجاوز مع حد، ولو تجاوزت بعتذر، ونادر جدا لما بغلط. يعني انا بقالي سنتين يا استاذ معتز بعتذر لكل الناس في مدرسه عز. كل يوم الو ولد عز، انا المستر بتاع الانجليزي. عز كان في المدرسه وطلع من الفسحه او من البريك تعبان ونايم، فبصحيه فمش عارف ايه، طردته من الحصه، فقال لي مش عارف ايه، طب انت طردتني من الجنه، فده ما ينفعش. انا اسف، بيحقك عليا، معلش انا غلطان، معلش. بقى يومين ثلاثة أنا مدرسة الفلسفة، ده عز في امتحان النهاردة جاي هو وأصحابه، وبعدين بيضحكوا عليا، فقلت له يا عز ما ينفعش، قعدوا يضحكوا، طردته مش عاوز يطرد، رحت حرمه من الامتحان. الحكاية زادت عن حدها، ولكن أنا ما بعتبرهاش خطر، ولكن أنا براجعه وبناقشه زي ما هو بيقول لحضرتك، إنه أنا حريص على إنه يكون في نوع من أنواع التفاهم بيني وبينه، ودايما ما بوجهوش الى امر انا فاهمه على قد فهمي. انا دايما بوصيه ثلاث حاجات. يا عز انت لازم تهتم بجسمك وبنيانك، تهتم بعقلك، تهتم بنفسك. الثلاث امور دول على مستويات مختلفه، ايه اللي انت ممكن عايزه مني وانا اعمله فيما يتعلق بالبنيان الجسدي والصحه والرياضه وكذا، ايه الجانب اللي محتاجه انت على المستوى الثقافي بحيث ان انت تقدر تكتب او تقرا او تبقى تمارس اي نوع من انواع الاطلاع. الامر الثالث الامور الخاصه بخبرتك في الحياه، لابد تبقى مدرك ان الانسان في الحياه يبقى عارف ويبقى يقدر يوزن الامور. الثلاث عوامل دول حطهم في بعض كده وخليك احسن حاجه في الدنيا فيهم. تبقى ايه بقى بعد كده مش مشكلتي، اختار اللي انت عايزه وانا داعم. المشكله زي ما بتقول الدكتوره انه انا بحاول الغي كل المعتقدات اللي انا بعتقدها في علاقتي بالحياه. ما عنديش يقين انه ممكن انا اللي افرضه هو اللي يكون صح، او على الاقل صح بالنسبه للجيل ده. الامر الثاني انه التقبل بتاع الجيل ده في نوع من انواع الرفض المباشر لاي نصيحه. يعني انا كنت ببوس ايد ابويا الله يرحمه، انا ما قلتلهمش بوسوا ايدي، لا عز واخواته مثلا بيتندروا عليا من غير ما اقول لهم انت بوس ايدك ليه؟ يا اخوانا انا ما طلبتش ده، انا بس ابويا الله يرحمه كان متعود على كده. طب استنى، عندهم رفض استاذ صلاح الزهار وتلقائي وسريع. استنى دقيقه واحده، لاي قيمه يعني من غير ما اطلبها. عايز اعمل حوار ما بينك وما بين عز بعد اذنك يا استاذ صلاح. خلي بالك في ديلي. طيب عز ما بتقص ما بتبص انت ما بتبصش ايد ابوك. لا هو ما طلبش. اي نو. يعني انت ما بتبصش ايد ابوك لان هو ما طلبش منك. ايوه. انما انت ما عندكش شعور داخلي، يعني تربيتك ما فيهاش انك انت ممكن تبوس ايد الوالد او الوالده. يعني الوالده بقى بيقول بوس ايد امك. لكن امي ما قالتش كده، هو ما قالش تعالى بوس ايدي، يعني فاهم؟ فانت شايف ان ده شيء مش ضروري يعني. مش قوي. مش قوي. لو طلب ماشي، ما عنديش معنى، مش معترض. انما انت معترض على ان والدك يبقى متضايق منك علشان المدرسين بيشتكوا منك في المدرسه، يعني لازم هو يستقبلك يسقف لك؟ لا ما يسقفليش، بس يعني انا ما بحبش مدرس يهزقني وانا مش غلطان. يعني مثلا الموضوع بتاع ميس الفلسفه ده كانوا بيتريقوا عليها، انا قاعد بضحك في امان الله، ما رضيتش تديني الامتحان، قلت لها ماشي شكرا، ما عملتش حاجه، كنت بضحك. بتتريق عليها في امان الله. انا والله ما كناش بنتريق عليها، اقسم بالله. فاهم طبعا. الموضوع ما كانش عليها هي. يا سيدي مش محتاج تحلف. يا استاذ صلاح. محتاج اروح لفاصل، وقبل الفاصل عايزك تقول لي في جمله واحده. يا استاذ معتز. انت بتضحك.
عايزك تقولي في جمله واحده المشكله الاساسيه مع هذا الجيل اللي الفجوه الاساسيه فين في جمله. الفجوة الأساسية أن هذا الجيل ليست لديه روافد لتناول أو للارتكاز إلى ثقافات عقلانية أو منطقية.